اعزائي المشاهدين، اهلا بحضراتكم بفقره جديده خالص في البرنامج. نجمه فقرتنا النهارده مش بس ممثله وفنانه مهمه وكوميديانه كبيره، لكن هي كمان ابتدت حياتها كمذيعه لما جات لنا من اليابان وقدمت برنامج كوميدي كانت بتعمل فيه شخصيه يابانيه. فاكره يا استاذه نشوى مصطفى؟ انا يعني مش عايزه اقول لحضرتك انا ممتنه ان انا في حضرتك، ووجودك شرف وتشريف واعلاء قيمه للبرنامج الحقيقه وليا. انا في حضره اعلامي من اهم الاعلاميين في مصر، وفي حضره مخرج مسرحي من اهم المخرجين المسرحيين في مصر، وكمان في حضره ممثل طراز خاص جدا له شخصيته مش شبه حد، والحقيقه اشتغل مع اهم مخرجين السينما المصريه، الاستاذ العظيم استاذ احمد مختار. استاذ اشرف بشكرك شكرا جزيلا على المقدمه الجميله دي، وعايزين نفتكر لحظات لما كنت يابانيه. فاكره البرنامج الجميل اللي عملتيه ده وكسر الدنيا، وانت كنت عامله فيه نفسك يابانيه بتتكلمي كانك ما بتعرفيش عربي، ده كان برنامج دمه خفيف بشكل رائع يعني. شرف ليا ان حضرتك تكون بفتكرك دايما في كل اعمالك لانك مختلفه برضه. يعني نشوى مصطفى غير الاخرين، مش كده؟ غير لما عملتي فاكره الراقصه العظيمه. ايوه الست اللي مثقفه دي، راقصه بنضاره راقصه بنضاره ورافضه ترقص في الليمبي للجمهور لان مش المستوى اللي هي. لا 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 دايما يعني انت بتعملي ما عندهمش ايميل ادرس ولا حتى اي سي كيو نمبر يعني، فما ينفعش. طيب انا متشرفه بيك. انا كمان متشرفه والله، ومش عارفه ابتدي مع حضرتك كاعلامي ولا كمخرج مسرح. كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل الفقرة، أيام الجامعة أنت ليك صوالات وجولات في جامعة القاهرة تحديدا، لما حضرتك مجرد ما تخرج أي عرض لأي كلية فهي ضمانة أنهم ياخدوا مركز أول جامعة ومركز أول جامعات، الحمد لله. كلمني يعني مش عارفة. طب أتكلم عن الإخراج المسرحي الأول، تعالي نبتدي بده. يلا. مسرح الجامعة هو من أجمل الحاجات الموجودة في مصر لانه الناس بيكتشفوا نفسهم. بيبتدي الشخص يدخل كده المسرح على استحياء. أيوة. هو مش عارف هو بيعرف يمثل ولا لا، بيعرف يخرج ولا لا، بيعرف يالف ولا لا، وده كله موجود في مسرح الجامعه. اقدر الف، اقدر اخرج، اقدر اساعد، اقدر ابقى ورا الكواليس، ما بعملش اي حاجه، ممكن اعمل ديكور. فمسرح الجامعه بيفجر طاقات ومواهب الناس. انا زي اي طالب في الجامعه دخلت المسرح ومثلت انت حضرتك خريج ايه؟ أنا خريج تجارة القاهرة، حاجة تانية خالص. مش آداب بس تجارة القاهرة كان فيها كان فيها صلاح عبد الله. الله 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 وفتوح أحمد أيوة. لا يعني أيوة. تجارة القاهرة كان فيها أيوه أستاذ صلاح عبد الله الكوميديان العظيم الممثل الثقيل أستاذنا كلنا، كان بيخرج في جامعة القاهرة. بالظبط. فأنا لما دخلت كان يعني تجارة قوية. كانت تجارة قوية. وأعتقد صيام طبعا أحمد صيام خريج تجارة. وأعتقد أشرف زكي، دكتور اشرف زكي. ايوه كل دول خريجين تجاره. وسليمان عيد. يا سلام، صح كده. واعتقد كمان خالد جلال. وخالد جلال يعني خالد جلال اداب. اداب؟ خالد جلال اداب. افتكره لا اداب. فكل دول انا طبعا حضرت كل الاجيال دي ومثلت معاهم او اخرجت لهم او اخرجوا لي، فهو عالم رائع. ايه بقى اللي ميزني وخلاني اول جامعات على طول؟ ايه الحكايه؟ اولا احنا ما كانش عندنا انترنت. دلوقتي المخرج يقدر يروح دايس على زرار شايف الاخراج في العالم شكله ايه. احنا كنا بنشوف صور نتفرج على صور صح، فنقول ده بصوا المشهد ده والاضاءه الجميله ومش عارف ايه. أيوه. من خلال صور. ايوه. ولما يعني حد كده يجي لنا من بره جايب شريط فيديو نتفرج نتفرج على الفريق كله نتفرج على المسرح بتاع بره عامل ازاي. فانا كان بيعجبني قوي الفن التشكيلي. انا بحب اللوحات من وانا صغير لانه اخواتي الاثنين الكبار فنون جميل. فكنت عايز اعمل حاجه مختلفه على المسرح. اولا اني ما اعملش الوان كتير ولا بهرجه، اختار 3-4 الوان بس والناس ما تشوفش اكتر من كده على المسرح. ويبقى التركيز كله على الممثل وادائه. واغلب الاعمال اللي فاتت دي كانت كوميدي. كوميدي جدا. طب دي بالنسبه لي مفاجاه. لا يعني كوميدي جدا جدا بشكل فظيع. بقول لحضرتك الناس كانوا ساعات بيقعوا من على الكراسي من كثر الضحك. اللجنه نفسها بتفقد وقارها بعد شويه. مع انه ايه كوميدي باللغه العربيه. يعني استاذ خالد جلال كان عامل امير في مسرحيه من المسرحيات وكان لسه في سنه اولى او ثانيه واخراج حضرتك. وخد مركز اول طبعا.
لانه كان مخرج عظيم، كان ممثل عظيم. هو مخرج عظيم دلوقتي بس هو كان ممثل عظيم. فعمل ايه؟ كان في جزء الامير بينهار من العياط، فادينا له منديل مليان ميه. وقف قال المشهد كله، وبعد ابتدى يعيط يعيط، وراح عمل كده وعمل صوت العياط، وراح عاصر المنديل. يا نهار ابيض. طبعا الصاله في صورة ماتت من ده. فهي الحاجات البسيطه جدا اللطيفه الانسانيه العاديه اليوميه بتضحك الناس. هرجع تاني للمسرح جامعه، بس ندخل على منطقه الاعلام وتميز حضرتك الشديد في المنطقه دي، وانت من ابناء ماسبيرو. الحقيقه معظم او كل برامجه ليها خصوصيه برضو وليها سمه، وحضرتك ليك شخصيه بشكل عام، فده بيطبع على اعمالك. كلمني عن تجربتك الاعلاميه وحضرتك مش خريج اعلام. لا، ماسبيرو بالنسبه لي، انا ساكن في المانيال، وماسبيرو قريب من التحرير، فدايما بنتمشى، اهل المانيال بيحبوا المشي. ايوه. فانا صغير كنت بعدي من قدام ماسبيرو اقول ياه، هو ممكن الواحد في يوم من الايام يجي المبنى ده؟ لانه كان له جلال سحر. سحر فظيع. وانا طفل صغير قوي كنت فاكر انه الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون دول صغيرين، وان انا لو بصيت ورا التلفزيون هشوفهم. ايوه ايوه، جوه التلفزيون. هم صغيرين غيرنا يعني، فكنت عايز اصغر زيهم وابقى عامل كده يعني. لغايه لما بالصدفه البحته انا كنت بمثل وبخرج وانا في الجامعه، فجاه اعلان في الجورنال مطلوب مذيع. فكلمت اصحابي منهم احمد كمال الممثل الشهير. أيوة أيوة. يلا يا احمد هنروح نقدم. قال طب يلا نروح. رحنا قدمنا وحددوا لنا الاختبار، احنا اتنين في نفس اليوم 10 الصبح. طبعا انا اكتر واحد بيروح بدري على مواعيده، 7 الصبح كلمت يلا عشان نحضر نفسنا عشان معادنا الساعه 10. قال لا مش هروح. يا احمد بلاش هزار، احنا متفقين نروح سوا. لا لا لا، مذيع ايه وبتاع. قلت له هروح، ماليش دعوه بيك. قال لي لا روح انت. لبست بدلتي وطلعت على التلفزيون على الساعه 8:30 كده او 9، كنت هناك. وصلت قال لي انت جاي ليه؟ لسه ميعادك 10. قلت له معلش انا بحب اجي مواعيدي بدري. قلت له اتفضل اقعد. ولا اعرف حد ولا شايف حاجه، وسايبني في اوضه كده وسامع اصوات. فالتجربه مرعبه طبعا. وبعدين فجاه اتفضل، دخلت لقيت اضاءه فظيعه ومكتب وميكروفون وورق، يلا بقى اقول، وكاميرا. ما كنتش شفت كاميرات التلفزيون القديمه كبيره، كبيرة اللي هي كانت عامله زي البيت كده بتتحرك بيها. كبيره جدا. ايوه. وبالصدفه المصور كمان كان كبير، فحاله من الرعب فظيعه. يلا بقى. اللجنه كانت مين؟ هقول لحضرتك حالا. اتفضل. اللي كانت بتكلمني مين؟ ساميه صادق. اوه. خلي صوتها بقى احنا حافظينه. بتاع حول الاسره البيضاء. يا سلام. هي اللي بتقولي عرفنا بنفسك. انا مش قادر. ركبي اديني فرصه. ده بتعمل كده. حطيت الورق، عرفت بنفسي. اقول اقرا بقى ورقه من قدامك. لغه عربيه، تك 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 تك. اقرا انا انجليزي. انجليزي. طيب فين هيتي دي؟ رحت قايل لها يعني ايه بي ال او؟ يعني منظمه التحرير الفلسطينيه. لا تعال لنا بقى. الله. واضح ان هم سالوا قبل كده محدش جاوب، فتعال لنا وتعالى ورينا الكاريزما. طب انا لو كنت عارف اللجنه مين كنت ما دخلتش، كنت جريت. لفيت لقيت 35 اعلامي شهير. 35؟ اوب. كانوا زمان بيعصرونا. قبل ما ندخل كل بقى الاسماء العظيمه، احمد سمير، الله. محمود سلطان، يا لهوي، نجوى ابراهيم، اوبا. لا لا ده كفايه دول. لا يعني يعني ساميه صادق ونجوى ابراهيم واحمد سمير واحمد سلطان، محمود سلطان، محمود سلطان سوري. وبعدين استاذ ممدوح الليسي قاعد كمان. بيسالني ايه مين ده؟ قلت له الحقيقه ما اعرفوش. فقال لي حد ما يعرفش جلال معوض. يا خبر ابيض. مين بقى جلال معوض ده؟ كروان الاذاعه. ايوه ده من ومين بقى؟ وكيل وزاره الاعلام ساعتها. قلت ما اعرفش. ما اعرفش. اول بقى ما قال لي اسمه قلت لا لا اعرفه طبعا. وسالوني في حاجات دقيقه وصعبه. اللي انقذني ايه بقى؟ ان انا كنت بمثل. ف
فعرفت تخرج من المزنق يعني. في معلومات ما اعرفهاش طبعا واحنا مش حافظين. معلش انا اسف هقطعك، اشرت لحاجه مهمه جدا. واحد حد يقول لك يعني من انت من اكابر الاعلاميين في ماسبيرو ومش خريج اعلام، بس انت قلت اللي انقذني التمثيل. طب ففي بعض الناس بيعترضوا هما الممثلين ليه بيقدموا برامج. الحقيقه الممثل عنده قدرات، مش هقول على مستوى ثقافه اعلى، لا طبعا الاعلام خريجين الاعلام طبعا شديد الثقافه والدراسه، لكن الممثل عنده حته مش موجوده برضو عند الاعلامي. يعني انا بقول ده، وطاقه حضرتك كممثل ساعدتك وميزتك يمكن عن زميل تاني خريج اعلام. ولانه احنا كنا بنرتجل على المسرح فبنعرف نخرج، فانت جاهز من المشاكل، جاهز لاي مشكله. يعني انا مش فاكر قوي بس كان في سؤال صعب جدا، فانا كان ردي ايه؟ متاسف ما عنديش معلومه، لكن كويس انكم نبهتوني عشان هبتدي اقرا في المجال ده. فعجبهم الرد، ايه الواد اللي لسه صغير ده اللي بيعرف يرد ردود دبلوماسيه. المهم وانا خارج، لا انا عايز برضه اقول في الحته دي ان برضه في مذيعين بيمثلوا، يعني في اعلاميين بيمثلوا طبعا. والحقيقه كمان، والحقيقه نجوى ابراهيم بتمثل كويس قوي وهي مذيعه كويسه قوي. لا وعايز اقول برضه للساده اللي ينتقدوا وجود ممثلين في البرامج، ان حضرتك انا مش بقدم برامج توك شو مثلا، او مش بقدم برامج رياضيه، او يعني انا يوم ما قرر اقدم ده انا هقعد 5 سنين اذاكر الاول علشان اقرر ابقى مثلا مذيع. لكن احنا بنقدم برامج منوعات بسيطه، جزء من شغلنا وجزء من دراستنا وجزء الحقيقه من تخصصنا. انا دارسه كمان في في في, في معهد العالي في المسرحيه تمثيل واخراج وتاريخ وفنون، يعني في برضه جزء من الالم. لسه بتذاكري؟ لا ولا اقدر ما ذاكرش. محدش يقدر يطلع على الشاشه من ولا اقدر طب. يعني ولا اقدر تجيلي فقره غير لما انا ذاكرها، ولو مش فاهمه حاجه بتناقش مع طبعا. مع الساده اخواتي في الاعداد ويفهموني ويقولوا لي اقرا ايه كمان. منطقي جدا اصل يعني الحكايه مش سهله. لا وانت تعثرت كمان على ايد ايه؟ الفطاحل، الاهرامات بتوع الاعلام. وانا خارج بقى سمعت صوت مش فاكر مين بقى المذيعه اللي قالت ده لطيف قوي. تمام الله ياه. وقد كان احمدك يا رب الحمد لله ونجح. اول برنامج قدمته كان اماني واغاني تقريبا. لا مش قبل اماني واغاني بقى كان في برنامج اقوى لكن الناس مش عارفينه لانه ما استمرش فتره طويله. برنامج اسمه شباب سينا. شباب سينا كنا لسه واخدين سينا. الله. وانا من اوائل الناس اللي راحوا يغطوا الحدث ده. الله. عملت بس حلقتين وبعدين جت بقى مدام كوثر هيك رئيسه القناه الاولى قالت عايزين برامج جديده للشباب اعملوا لي اماني واغاني. ف كان ده كان حدث كسر الدنيا جدا. انا ابتديت بعد كده طبعا الاستاذ جمال الشاعر طبعا، وبعدين الاستاذه جميله اسماعيل، وبعدين الاستاذ علاء بسيوني، وبعدين الحقيقه يعني البرنامج ده اولا عمل كده حاله من النقله الاعلاميه في مصر. المذيع كان زي كده بيلبس بدل وشفاف حتى على الكلاج، احنا روحنا لابسين تيشرتات وجنزات وبلاش دوشه صح، وبنجري في الشارع وندخل المدارس والكافيهات وكل حته على طول، تلاقي اماني اغاني في كل حته. وده كمان اداني فرصه اني الف مصر كلها. الله. انا مفيش حته ما رحتهاش. الله. في البرنامج ده نجوع قرى صغيره، شفت الواحات. الله. من اجمل الاماكن في مصر وانضفها. في قريه كده انضف قريه في مصر، الناس بيصحوا الصبح الساعة 5 القرية كلها تمسك مقشات ويكنسوا القرية. تخيلي الجمال. تخيلها لو مصر كلها عملت كده، يعني لو كلنا قمنا كل واحد قدام بيته كنس الشارع ويقفوا بقى قدام كل بيت فيه كده زي مصطبة يقعدوا عليها. آخر المصطبة حتة كده محفورة ريحان. يا سلام. عشان مش بس نبقى نضاف، نبقى ريحتنا جميلة. الله. حاجة وده ملوش علاقة بالمستوى المعيشي خالص. ممكن تبقى أبسط خالص. الناس اللي في الدنيا وبتهتم بالنظافة جدا، وهو الحقيقة ده واجب، وتهتم بشياكة المكان اللي انت قاعد فيه بالزبط. بأبسط الأشياء. طب مش هينفع ما اتكلمش عن عظمة أحمد مختار كممثل، وخصوصا انت اشتغلت مع أكابر، انت اشتغلت مع يوسف شاهين. يا عم يا بختك يا عم. طبعا العظمة لله وحده. أنا فرصتي جات كويسة جدا ان اشتغل مع يوسف شاهين. ومحمد خان. محمد خان يوه. كلمني عن يوسف شاهين، عشان انا يوسف شاهين انا اشتغلت معاه مرتين. ايوه. مره كممثل ومره ورا اشتغلت في الاخراج. مش في الاخراج،
في الارت دايركشن في اللي بيجيبوا الاكسسوارات وبيعملوا الديكور وبيشرفوا على الورش. قعدت 8 شهور معاه اشتغل في مكتبه وفي الاستوديو بنجهز فيلم تاريخي اسمه ايه؟ اسمه وداع عن بونابارت. يا لهوي على الروعه. شوفي روعه هذا الفيلم. يا لهوي على الابطال. كل حاجه. طب فاضل دقيقه يعني ما ينفعش ما اتكلمش عن محمد خان برضه. محمد خان بيشوف العالم سينما. ما بيشوفش العالم زينا كده، بيشوفه كادرات، بيشوفه حوارات، بيشوفه احاسيس. هو كان يعني بياكل كتير فسمين فمليان بالمشاعر. مليان مشاعر. مخرج رائع. كل اعماله تقريبا مهمه. يعني خرج ولم يعد. يا لهوي على الجمال. السادات. زوجة رجل مهم. زوجة رجل مهم. زوجة رجل مهم فاز بأربع جوائز. موعد على العشاء بتاع سعاد حسني وحسين فهمي. لا لا. انت محظوظ برضه. انا محظوظ قوي. لأن يمكن اعمالك في السينما قليله لكن مع مين؟ مع الاكاديميات. الفطاحل. دول اكاديميات متحركه. انت دخلت اكاديميه يوسف شاهين واكاديميه محمد خان. صحيح. وشرفتني وانستني وزودتني. ده انا اتشرفت. وزودت قيمتي. ويا رب كده نشوف لك اعمال فنيه كتير، ويا رب اشوف لك مسرح كتير. انا بحب حضرتك. ده انا بحب شغلك. والله بحبك جدا. وبحب فنك. ربنا يخليك. وبحب برنامجكم. ربنا يخلي حضرتك. ده احنا اللي ممتنين لوجودك والله العظيم. متشكرين حضرتك. والوقت خلص بسرعه قوي. طب انا متضايقه دلوقتي بس هعمل ايه؟ اديني يعني عرفت البيت، هبقى اجي لكم تاني. شرف يا حبيبي وتأنس والله. شكرا لحضرتك. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم. الفقرة الطيبة اللي بحس كده ان انا باخد نفسي فيها، فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي ان يكون معانا الداعية الاسلامي الشيخ احمد دسوقي من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، لنا الشرف الكريم. الله يخليك. الله يبارك فيك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي نبتديها بالصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما أجمل أن نبدأ بالثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وخص بزمزم والمقام من زار بيته فرضا ونفلا، واصطفى للصفا والمروة من غمره حبا ووصلا. الله أكبر كلما ارتفعت بطلب رحمته الأصوات، الله أكبر وقد انطلقت الحناجر باللغات، الله أكبر وقد أحرم الحجاج والعمار وأهلوا من الميقات، الله أكبر كلما علوا نشزا وهبطوا واديا وسلكوا فجاج مكة فسكبوا العبرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وتاج رؤوسنا وسندنا في هذه الحياة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا إحنا أيام قليلة هو. نعم. وموسم الحج إن شاء الله هنبدأه، يعني ربنا يا رب أيام خير وبركة. يا رب. ربنا يا رب. يبارك لكل الناس ويسعد كل الناس ويتقبل من الحجاج يا رب. عايزين حضرتك تكلمنا عن فضائل الحج. نعم. في الحياة الدنيا. نعم. وفي الحياة الآخرة. الله، سؤال يحتاج إلى في جوابه إلى حلقات. لكن في عجالة سريعة تعالي بس فضائل الحج. شوف الروحانيات والشوق إليها عامل إزاي. سري السقطي أحد التابعين، سري السقطي أحد التابعين لما رأى أمرأة حبشية وهي تسير في الطريق من الكوفة إلى مكة، فقال لا إلى أين يا جارية؟ قالت إلى بيت الله الحرام. فقال لها الطريق بعيد. قالت بعيد عن الكسلان، أما على المشتاق فهو قريب. لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه سبحانه وتعالى يعطي من يحبه
الشوق إلى الطاعة والأنس به سبحانه وتعالى. فكل واحد الوقت في الأيام اللي احنا فيها دي بيشتاق إلى الحج، ويأنس لما بيسمع كلمة التلبية كده في إذاعة القرآن الكريم، يأنس بالتلبية. ولا يوم وقفة عرفة لما كلنا نفتح التلفزيون علشان نسمع تكبيرات من الصبح، شوف القلوب الواحد بيبقى نفسه كده يبقى هناك. دي الوحيدة فضل، دي الوحيدة بدون ما تخش بقى في فضل الحج، ان هو بيغفر الذنوب وان ربنا بيبارك في الرزق، واي حد بيسأل ربنا عز وجل بيعطيه. دي الوحيدة انا شايف ان ده فضل، ان ربنا يصطفي اناس يحبهم سبحانه وتعالى، عندهم شوق وحنين وطاعة وانس مع طاعة الله عز وجل. ايوه، احاديث كثيرة جدا. خلاصة هذه الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله، بالله عليك، الله، في حد هيخش جنة الآخرة ويشقى أو يشقى في الدنيا ويعيش تعيس في الدنيا؟ مستحيل. يبقى فضل الحج إنه بيريح القلب، يريح حياة الإنسان، يجعل الإنسان ينظر إلى الدنيا كأنه زاهد فيها، لأنه كان لابس الإحرام رداء وإزار، شاف إن الدنيا دي مش مستاهلة. أيوة، مهما يجمع فيها والله العظيم ليس لها أي قيمة، فيأثر في قلبه الحج. عشان كده هو ده الحج المبرور. الحج المبرور الإنسان يرجع بعد الحج أفضل مما كان عليه قبل الحج، الدنيا زاهد في الدنيا، زاهد مهما كانت الدنيا معه، فهي في يده وليس في قلبه. معاه ملايين مش مشكلة، ودي مش، خلي بال حضرتك، مش الزهد ان انا ما يكونش معايا فلوس، لا، الزهد ان المال والدنيا ما تاثرش فيا، جيت زي ما جيتش الاثنين سواء. فالحج يثمر في قلب الانسان العمل ده، الطاعه دي، ان هو الانسان يبقى زاهد في الدنيا، وربنا عز وجل يغفر له ذنوبه بالحج ده، وربنا عز وجل يبارك له. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اديموا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقره. يعني مهما كان فقرك ربنا عز وجل ايه؟ يزيله. فانهما ينفيان الفقره والذنوب. يا سلام. كما ينفي الكير خبث الحديد. النبي ليه عبر بصيغه الحديد في الحديث ده؟ قال لك الحديد ده اشد المعادن صلابه. فالنبي بيقول لك مهما كان فقرك ربنا عز وجل هيمحيه. يا رب. طيب، مهما كانت ذنوبك ربنا عز وجل يا رب يمحي الذنوب. يا رب لكل الناس اللي بتشوفنا واللي ما بيشوفوناش، يا رب يغفر للجميع. يا رب. طب انا دلوقتي عايزه، يعني ما انا برضو يعني غيرانه، نعم، من مثلا اخواتنا اللي ربنا اصطفاهم علشان، نعم، يحجوا. انا ما عندي، يعني غيرانه لان ما عنديش امكانيه ماديه ان انا احج بقى بمئات ال 100,000 وحاجه وبقى خد دي كمان، ولو انت عندك القدره البدنيه والماليه دلوقتي بالحج بقى قرعه كمان، كله قرعه، كل قرعه، حتى السياحه قرعه. يعني انت حضرتك والله بتقدمي كمان، انت ونصيبك، وممكن اسمك لم يسبق الدور. تمام. فالوقت ده هل هياخد اجر الحج والعمره ولا لا؟ ما هو قدم اهو، او انا معيش فلوس ونفسي اطلع. طيب عايزين نشوف حاجه برضو، هل في مثلا اعمال خير طبعا اقدر اعملها وانا مش مقدرتي احج، ربنا يديني ثواب الحج؟ يعني طب معلش، جاوب بعد ما نشوف التقرير بقى، ماشي، عشان ايه ناخد اجابه حضرتك. نشوف التقرير ونرجع نشوف اجابه السؤال باذن الله. وبسرعة رجعنا بحضراتكم مرة تانية هنا في نجع الغنامة، مركز أبو تشت، محافظة إنا. من شهر كنا موجودين في نفس المكان اللي أنا بصور فيه مع حضراتكم، وفي أسرع ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى قدرنا وقدرنا نرجع تاني. بس جايين النهاردة وإحنا جايين بنرسم الفرحة والابتسامة على وشوش أهلنا هنا، مش نجع الغنامة بس كقرية واحدة، لا، معانا 3 أو 4 قرى موجودين هنا شغالين فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة في حملة إنجاز وصلات المية، اللي حضراتكم كنتم السبب الرئيسي إن انتم دخلوا الفرحة والسرور على أهلنا هنا. ركبوا لنا المية، الحمد لله، كنا نعبوا الأول من الجامع وما كناش والله لاقين مية. لا الحمد لله، المية من فوق 14 والله، والدنيا تمام يعني بصراحة، يعني وما مثل 14 وشغلها 24 ساعة يعني. كنت عبي المية والله من على الزرعة السيال على الطريق برا بعيدة طرمبة، ومية كلها رملة برضه. كنا نعبوا من الدامع. بتعبوا من والله المسجد؟ والله من المسجد بصراحة. طب يعني ما كانش حد بيزعلكم كده وانتم بتقولوا المسجد ولا حاجة؟ لا والله، الله صاحب صاحب المتوسط في الدعم بصراحة كان يعارك بصراحة، بس لكن هنعمل غصب عنين. في ناس تاني محتاجة برضه، جزاهم الله خير، بسجلهم إن شاء الله
الأفراح إن شاء الله وجزاهم الله خير، وفي ناس تاني محتاجة تركب لها مية مساعدتكم إن شاء الله وجزاكم الله كل خير. من النهاردة مفيش حزن، من النهاردة مفيش بكى، من النهاردة مفيش حد هيخبط على الباب وحد يقول له لا ما عنديش مية، من النهاردة محدش هيقول المية قطعة، الباب مش هيتقفل في وش أم ولا في وش بنت، من النهاردة كل واحدة هتنام وهي مطمنة إنها تفتح الحنفية هتلاقي شوية مية نضاف، إن هو وهو رايح يصلي في المسجد هيفتح الحنفية يتوضأ ويلاقي مية موجودة، وهو رايح يصلي يتوضأ في بيته قبل ما يروح المسجد عدد المية وصل بفضل ربنا. ثم بدعمكم هنا بس لسه مكملين مع حضراتكم، بنقول يا رب ربنا يجزيكم ألف خير والمسيرة مستمرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. شكرا مؤسسة نبض الحياة. شكرا مؤسسة نبض الحياة. أولا أنا فرحانة جدا بالإشارة المعدنية دي اللي مكتوب عليها اسم المتبرع مؤسسة نبض الحياة دايما. أيوة دايما دايما دي جديدة يا أيوة مولانا. أي مجال من مجالات مؤسسة نبض الحياة بتوثق ليه؟ لأن عندنا حاجة اسمها الثقة والمصداقية، بوثق الكلام ده علشان خاطر ده متبرع اللي يضمنه ان هو عمل البير ده بجيب له الرخامة وبعت له اللوكيشن والفيديو والكلام ده كله، اللي يضمن المتبرع دوت ان هو عمل النخلة بعمل له الرخامة عليها باسمه بالكود بتاعه بالكلام ده كله، اللي يضمن للمتبرع ده ان هو عمل الوصلة دي تم او عنده ثقه فينا. بس ممكن واحد من اللي بيشوف يقول لك دلوقتي يقول لك ايه بعت الفيديو ده لاكتر من حد لكن لا. عليه اسمي، عليه اسمك واللوكيشن بتاعك وعليه الحديده بتاعتك موجوده على طول على يبقى العداد ده بتاع فلان الفلاني اللي عمله. تمام جدا. فده الحمد لله في اي حمله من حملات مؤسسه نبض الحياه دايما بنبحث عن موضوع الثقه والمصداقيه. طب إيه انا السؤال بقى اللي سالناه احنا اتكلمنا النهارده في فضل الحج في نقطتين، أديموا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد منا مهما كان فقرك ومهما كانت ذنوبك الله عز وجل سيمحيها. يا رب. صح ولا لا؟ يا رب. ده مش من ضمن ثواب الحج؟ آه صح؟ آه تمام. الصدقة من ثواب الصدقة إيه؟ مش إنها بتمحو الذنوب؟ أيوة. وربنا بيزود فيها الرزق؟ أيوة. تمام. يبقى عندك ثواب الصدقة وعادل بالظبط وعادل ثواب الحج والعمرة. قال تعالى وهجيب لك القرآن أيوة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله. يبقى الصدقة بتزود الرزق ولا لا؟ أيوة. يا ابن آدم أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. صح؟ يبقى الصدقة بتزود الرزق والحج والعمرة بيزودوا ايه؟ الرزق ويمحو الذنوب وبيمحو الذنوب. وكذلك بديهي عشرات من الأحاديث في الصدقة تدل على أن الصدقة تزيل الذنوب. تاني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيوة. عندنا أحاديث كتير جدا بتدل أن الصدقة بتدخل إيه؟ الجنة. عارف كلنا مش حافظين حديث وفاهمين حديث الكلب الرجل الذي سقى كلبا فدخل الجنة. أيوة الله يفتح. والبغي والعياذ بالله الذي الحديثين في حديث للرجل الذي سقى كلبا وامرأة بغية من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فأدخلها الله الجنة. يبقى عندنا الصدقة بتدخل الجنة ولا لا؟ أيوة طبعا. والحج المبرور بيدخل الجنة. يبقى أنت سبحان الله دايما هتلاقي أن ثواب الحج والعمرة يعدل في ثوابه ثواب الصدقة، لكن لا تغني الصدقة عن الحج والعمرة. ده معروف. لا ولا لا أنا برضو أنا عايز أوضح يا فندم. أيوة. برضو لحسن حد يفتكر إحنا بنقول أيوة. إيه لا بلاش تحجوا. أيوة. اللي يقدر وعنده سبيل للحج وعنده مقدرة مالية. أيوة. إنه يدفع 100,000 ولا 90,000 طبعا يروح. لكن افرض واحد ما عندوش غير 10,000 ولا أيوة. 15,000 ولا بتاع وضحى بيهم كلهم لان الحج هو انفاق طبعا في سبيل الله طبعا. فلو ضحيت بال10 15 بنيه يا رب انا ما عنديش قدره حج بس ده اكتبه لي يا رب. ايوه يكتبه الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الحج قال نعم الجهاد الحج. ليه النبي شبه الجهاد بالحج ليه او شبه الحج بالجهاد؟ اشمعنى الحج فيه مشقه كما ان الجهاد فيه مشقه والصدقة كذلك فيها مشقة على النفس. مش ربنا قال وتحبون المال حبا جما جما. فالإنسان لما بيخرج الحاجة اللي هو بيحبها قوي 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 فيها مشقة على النفس طبعا. لذلك طريق سريع والطريق أسهل وأيسر للجنة في الصدقة كما أنه أسهل وأيسر في الحج. طب اتنين
من افضل الصدقات طبعا سقي الماء او سقي الماء. جميل. شوف العصر والله وانا شايفه انا حاسه من قول لي فرحه اخواتي اللي في التقرير ده اللي هم الناس اللي استفادوا بالوصلات اللي الساده المتقهو اللي الساده المتقين عملوها. بالمناسبه والله الفرحه واصلالي. بالمناسبه عاوز اقول حاجه، الجماعه اللي بيركبوا العداد فرحانين طبعا، ودولا مش مستفيدين ولا من مؤسسه نبض الحياه، دول بتوع شركه مياه الشرب والصرف الصحي اللي هم مرتبهم يعني. بس لا اللي هم اصلا انا عاوز اوصل حاجه للساده المشاهدين الا وهي ايه، ان الناس اللي بتركب دول اللي بيركبوا الفرحانين اللي فرحانين دول، الناس دول ليس لهم ناقه ولا جمل. في نقطتين، النقطه الاولى الثقه والمصداقيه. ايوه خلاص، مش انا اللي بركب، المؤسسه بتركب، لا ده شركه الميه بتاعت الحكومه بتاعت بلدنا. ايوه فدي ثقه ومصداقيه في تعاون بين الاثنين، بدليل ان الوصله 8 بتاع من 7 ل 10 عندنا في المؤسسه من 3 ل 5 خلاص، فالحكومه بتشيل النص ومؤسسات المجتمع المدني بتشيل النص، لما مؤسسه نبض الحياه بتشيل النص. رقم ده رقم واحد. رقم اثنين، الراجل ده فرحان. فرحان ليه؟ هل هو فرحان عشان هو هيستفاد بالوصله دي؟ هو هيروح بيته ومالوش دعوه بالوصله. موظف حكومي فرحان ليه؟ لان فرحه يعني الناس عكست عليه. فخذ المعاني ممن يعاني. انا عاوز الساده المشاهدين دلوقتي عاوز اقول لحضرتك، شوف فرحه الراجل اللي بيركب العداد، امال فرحه اللي تركب له العداد شكلها عامل ازاي؟ انا حاسه بيهم. علشان كده النبي قال افضل الصدقه ايه؟ سقي الماء. سقي الماء. سقي الماء. ليه؟ لان الميه حياه. بدون الماء انا اول حضرتك احنا قاعدين مع بعض ثلث ساعه. ايوه اول ما تخش تخرج بشرب بقى ميه اقسم بالله على طول. أيوة. صح والله على طول. الميه حياه، بدون الميه الحياه بتقف. فتخيلي ان الناس دول لما بيكونوا قاعدين في قلب البيت عنده، قاعد في قلب البيت وعاوز يشرب، ما فيش ميه موجوده او الميه الموجوده لا تصلح للشرب، هيعمل ايه؟ خلاص فالموضوع فيه صعوبه، فعلا في صعوبه في عندهم. لذلك الحركه تجاه هؤلاء الناس من افضل الاعمال والقربات الى الله عز وجل. من لم يستطع ان يحج هذا العام فليحج على هؤلاء الناس، فليحج الى هؤلاء الناس. من لم يقصد او من لم يستطع الوصول الى رب الى البيت لانه منه بعيد، فليقصد رب البيت هنا فهو اقرب اليه من حبل الوريد. يا رب يا رب. من لم يستطع ان يصل الى البيت اي بيت الله الحرام لانه بعيد، فليقصد رب البيت هنا فهو اقرب اليه من حبل الوريد. لسه كنت بسال كده الاستاذ عبد العزيز رضا. نعم. المدير التنفيذي للمؤسسة. المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. بقول هسألك سؤال بره المنهج. بره السكريبت اللي معايا. قال لي اتفضلي. قلت له هل عزم الناس قل في التبرع أو في التصدق علشان ظروف العالم كلها المادية، العالم كله ظروفه يعني بقت صعبة ماديا، وبالتالي مصر زي الناس يعني طبعا. زي العالم كله فظروف. فقال لي والله أبدا. طب أقول لحضرتك. اتفضل يا فندم. أنا آسف قطعت. لا 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 كمل والله. ما أنت هتكمل في نفس الحتة. انا قبل ما اجي لحضرتك بساعتين احنا كنا لسه في صحراء براني. أيوة. صحراء مطروح بنفتح 120 بير. يا الله 120 بير. العزم بيقل ده بيزيد بفضل الله عز وجل. والله العظيم بسم الله ما شاء الله. واقول لحضرتك حاجه، اسبوع او اتنين بالكتير رايحين رايحين الفرافره. ايوه عشان عشان النخيل. عشان النخيل. بعدها بسم الله ما شاء الله عيد الاضحى ايام. أيوة. معدودات الاضاحي. والنبي نفكر الناس برضو بالاضاحي يا جماعه. امانه عليكم برضو ما ننساش وصلات الميه طبعا خير وبركه للناس طول العمر، كل نقطه انت بتاخد عليها ثواب. لكن في العيد ده موسم مره واحده في السنه، والنبي ما ننسى الناس. عشان وانت الصبح بتفطر مع اولادك كده الكبده واللحمه يبقى في حد على الاقل يعني انت حاطط جنبك كام اسره يفطروا ويفطروا عيالهم، لان في ناس ما بتدقش اللحمه اقسم بالله غير في عيد الاضحى. والله واحنا على اللي حوالينا احنا في برضه الحضر وبتاع، ف يعني مش عايز اقول مش محتاجين يعني، بس هتدي اللي جنبك فواحد تاني هيديله فواحد تالت هيديله. لكن في ناس نبض الحياه بيروحوا لهم مجاهل. نعم. ما يعرفوش، ما فيش حد عندهم بيذبح اساسا. نعم. ما بيدوقوش يعني في اطفال ما تعرفش يعني ايه لحمه. نعم. والنبي ما تنسوهم، والنبي اتصلوا دلوقتي يعني تشترك بالصبع في عجل والصك بتاعه 4000 ونص، يا هتشترك في خروف الصك بتاعها 6000 جنيه. فوالنبي ما ننسى الناس، ودي مره في السنه وهتشوف الخير اللي هيجيلك. نعم. هتشوف حائط الصد اللي هيتعمل عن اي شر يجيلك. والله ربنا حتى لو في مقدر ليك شر ربك هيلطف بيه مقابل اعمال الخير هتعملها. ما تنسوش الناس في اللحمه والميه
المية. نعم يعني ناس ما عندهاش مصة مية هيبقى عندهم حد بيضحي. فالأمور مسلمات في قرى بأكملها كده بدون ذكر اسمها في الفيوم وبني سويف وفقنا مفيش وصلات مية موجودة عندهم. يعني كان بيت موجود فبقول له البيت دوت صح أو البيت ده شايفه على الدارين، قال لي بتاع راجل أعمال، قلت له راجل أعمال بيشتغل إيه وسايبكوا كده لوحدكوا، قال لي أنت راجل أعمال بيشتغل فين ده ولا عايش فين؟ يعني ما بيعديش عليكوا كده ويعمل باب أو يعمل لحد وصل 8-3000 جنيه، قال لي راجل أعمال نجار في القاهرة. يا نهار أبيض، ده بالنسبة لهم راجل أعمال نجار، مش الأضحية. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس أقول لحضرتك حاجة، في نفس الوقت مع الكلمة دي مباشرة، أهل خير كتير جدا والله العظيم، اهل الخير كتير جدا. يا رب يزيد يا رب. يا رب يزيد كمان وكمان، عشان ربنا هيحفظ بلدنا وهيحفظنا احنا طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض. الله يفتح عليك. طول ما احنا حتى اللي ما نعرفوش ده بالذات اللي ما نعرفوش لما انت تبقى سبب ان واحد ما تعرفوش يقول يرفع يقول الحمد لله يذكر الله عشان انت عملت له وصله ميه ليه ولولاده يشرب منها وولاده ما يعيوش وهو ما يعياش. والله العظيم يعني هو ده يا جماعه، هو ده اللي بناخده من الدنيا. والله الدنيا ما تسوى. انا كنت يعني ربنا ابتلاني من فتره بالكورونا وكنت في الموت، انا شفت الموت ساعتها ربنا يقين انا اهو. لا يا رب سبحانك، يعني يا رب سلمت نفسي ليك، الدنيا ولا تستاهل وبتخلص في ثانيه. والله كان في ناس في الاوضه اللي جنبي حالتهم الصحيه احسن مني وتوفاهم الله لان معادهم جه. فالدنيا بتخلص وما تسواش. لا تكنيس فلوس ولا اخزن في التلاجة ولا بيفيدني حاجة. اللي متخزن في التلاجة لو جرالي حاجة غير اللي هياكله. احمي نفسي وولادي بالصدقة. المصيف اهو جاي، وشوف انت بتأجر اليوم بكام في اي شاليه يا سيدي. ده اجار يوم ولا يومين هيعملوا وصلة مية طبعا. بدل ما تقعد 10 ايام خليهم 8، واليومين التانيين صدقة عنك وعن ولادك وعن جوزك وعن بيتك وعن رزقك. والله الفايدة لينا احنا مش للغلابة. يعني وابنك داخل امتحانات عشان ربنا ينجحه، عشان ربنا يحفظه، عشان ربنا يحميه. كلنا يعني تحت مظلة ربنا كده بنتشعلق فعلا في غفرانه وفي عفوه وفي حمايته. وحماية ربنا ادانا السبيل. تصدق يعني لطاعة الله لله. انت هتقول ايه يا سيدي؟ تصدق لله، هو ربنا محتاج مش الناس. انا اسفه طبعا. يعني لا لا لازم عشان المصيف جاي. فانا عارفه تاجير الشاليه كام في اليوم. ايوه فبدل ما يتاجر 10 ايام هم 8 حلوين. بس الله حرك حاجه، اتفضل. الزمن اللي احنا فيه دهوت مفيش زمن، اظن مفيش زمن قرات فيه زي الزمن اللي احنا فيه ده، ان الموضوع مش بكثرته. مش بالكثره ابدا في اي حاجه، مال وقت البركه فيه. البركه تكون برضا الله عز وجل عن طريق ارضاء هؤلاء الناس. انا بشكر حضرتك. شكر لله عز وجل. للاسف الفقره خلصت. يعني استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم. انا بحب الست اللي بتهتم بنفسها، وبحب البنت اللي فعلا من وهي صغيره مامتها عودتها ان بشرتها دي هي براعة الاستهلال في مقابلتها لأي حد. يعني طول ما انت بشرتك كده صافية ولون بشرتك واحد، مفيش بقى بقع، مفيش حبوب. بس الحقيقة ساعات احنا بنطنش أو بنستتقل. في ناس اهتمت بينا واهتمت إنها كل ست مصرية الحقيقة، وكل راجل برضو، لأن ابتدوا يعني مش عيب أو مش ممنوع إن الراجل المصري كمان يهتم ببشرته وبشكله وبنضارة وشه وبلون وشه، يعني مش حاجة عيب يعني. بينكي كانوا عاملين لنا منتج الحقيقة وما زال موجود اللي هو الكريم. لكن بقى هم مش قاعدين ساكتين وبيعملوا دراسات بشكل مستمر وبيطوروا منتجاتهم. عملوا لنا كمان منتج في منتهى الروعة، وهو سيرم. سيرم بينكي هتكلمنا عنه دلوقتي ضيفتي الجميله الصيدلانيه دكتوره ناردين نشأت. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ايه القمر ده؟ ميرسي، ربنا يخليكي. انت القمر حبيبتي. دكتور، انا قبل ما نتكلم عن سيرم بينكي عايزه اعرف ايه الفرق بين الكريم وبين السيرم؟ يعني انا مثلا بستعمل كريم بينكي، هل ده كفايه عليا وبلاش بقى سيرم، ولا السيرم افضل وبلاش الكريم؟ ايه الفرق بينهم؟ ولا بيكملوا بعض، ولا اقدر استخدم الاثنين؟ هما بيكملوا بعض، والمفروض نستخدم الاثنين. بنستخدم السيرم الاول وبعده بنحط الكريم. تمام. بالنسبه ايه الفرق بين السيرم والكريم في المطلق؟ انه السيرم بيبقى قوامه خفيف، بيبقى ليكويد سائل يعني،
فبيبقى امتصاصه اسرع، يقدر يوصل لطبقات اعمق في البشره، يعمل الافكت على الطبقات العميقه، مش زي الكريم اللي بيبقى قوامه شويه مهما كان هيبقى اتقل من السائل بتاع السيرم. تمام. الفرق الثاني ودي حاجه مهمه جدا، ان السيرم بيسمح لي ان انا احط الكومبوننتس او المكونات بتركيزات اعلى من اللي ممكن احطها في الكريم. فاقدر استفيد منه بشكل اكبر مع فكره الامتصاص الاعلى، فالسيرم بيدي افكت مركز اكتر شويه من الكريم. تمام. بس لا ده بيغني عن ده ولا العكس، احنا بنستخدم الاثنين فروتين، بس السيرم بيبقى عشان حاجات محدده ومعينه اكتر من الكريم شويه. تمام جدا، تمام جدا. طب هل اقدر اعرف ايه مكونات السيرم؟ مكونات سيرم بينكي مختلفة عن الكريم. خلينا نتكلم أكتر عن أبرز المكونات اللي في السيرم، لأن هو الحقيقة في مجموعة من المكونات اللي كلها أهم من بعض. تمام. أول حاجة الهيالورونيك أسيد، بنسمع اسمه كتير بس مش عارفين قوي هو بيعمل إيه. الهيالورونيك أسيد ده مفيد لكل البنات اللي بشرتهم جافة جدا، اللي عندهم تجاعيد من سن صغير، أو لو التجاعيد ظهرت بسبب السن الكبير، لو عندي مشكلة في الجفاف في البشرة، أو لو أنا عايزة أدي بشرتي حاجة اسمها بلومبنج أفكت كده، يبقى بشرتي ممتلئة كأني حقنة فيلر بس أنا خايفة أن أنا أحقن فيلر. ليه بقى هيالورونيك أسيد بيعمل كل الحاجات دي؟ أو ليه هيديني تأثير ويعالج كل المشاكل دي؟ موجودة أهي. دي المكونات الأساسية، يعني العبوة ممكن أحطها في شنطتي. هي العبوة بتبقى صغيرة، لأن احنا زي ما بنقول هو بيبقى highly concentrated أو مركز جدا جدا، يستخدم منه نقطة واحدة بفردها على الوش كله. تمام. الهيلورونيك أسيد كمان نسبة 1.5%، دي أعلى نسبة هيلورونيك أسيد موجودة في أي برودكت في الماركت، يعني ما ينفعش أحط أكتر من كده. تمام. في أقل، لكن 1.5 دي أعلى نسبة، فدي يعني حاجة حاطين في المنتج بتاعنا اللي هو بينكي سيرم أعلى نسبة هيلورونيك أسيد في اي منتج تاني. بالظبط، مش هتلاقي في الماركت حاجه اعلى من كده. تمام. خلينا نرجع نتكلم ليه هيالورونيك اسيد مفيد في كل الحاجات دي. هيالورونيك اسيد ده عامل زي، هو مركب موجود طبيعي في بشرتنا، بس هو عامل زي الاسفنجه كده، عنده قدره ان هو يمتص جزيئات ميه حواليه، او يجمع جزيئات ميه حواليه قد وزنه او قد حجمه 1000 مره. الله. يعني 1000 ضعف، فانت متخيلة كمية الترطيب اللي بيوفرها للبشرة. بيديني بقى احساس ان انا وشي حقيقي كاني حقنة فيلر، بس برودكت طبيعي من غير محقن، والبنات اللي بتخاف من الحاجات دي، كل التجاعيد الموجودة في البشرة اذا كانت بسبب الجفاف او بسبب الخطوط التعبيرية مثلا، او حتى بسبب السن برضو بيخليها تمتلئ فما تبقاش باينة. وكل الخلايا اعتقد جزء كبير من مكوناتها المية، فلما تدعمي وجود مية في الخلايا اعتقد، يعني والله اعلم بحضرتك طبعا قادره هتقولي لي، بيدعم اكتر فكره النضاره. بالظبط. وفكره وشي راقب كده وفي ليونه، يعني الجلد مش متشقق، مش مقشر، مش لا ده لين وصحي. وبيعمل مش بس ترطيب سطحي، ترطيب عميق، لان انا زي ما حضرتك بتقولي الخلايا وكل حاجه في حياتنا اصلا تقريبا كلها مكوناتها ميه، فعشان كده هو بيخلي الترطيب مش ترطيب سطحي يروح مع الوقت او بعد شويه اضطر ان انا اكرر تاني ان انا احطه، لا هو بيعمل ترطيب عميق لطبقات عميقه من البشره. تمام. فبيخلي البشره نضره جدا، فيها حيويه ومرونه ونعومه شديده جدا جدا. طب هيالورونيك اسيد، هو هيالورونيك اسيد، هل هو ده اللي بيوحد لي لون البشره كمان، ما بيخليش شكلي يعني في هنا بقعه غامقه، في التصبغات نتيجه طبعا الصيف، احنا في صيف وشمس بقى وبتاع، هل هو ده الماده دي هي اللي ليها علاقه بتوحيد لون البشره؟ لا، الهيالورونيك اسيد مسؤول عن الترطيب العميق للبشره. لان احنا زي ما بنقول هو عامل زي الاسفنجه اللي تمص الميه حواليها. لو بنتكلم بقى عن توحيد لون البشره، فهو كمان غني بفيتامين سي بنسبه 10%، ودي برده نسبه عاليه جدا، او نسبه مناسبه قوي ان هي تديني اللي انا محتاجاه من سيرم فيتامين سي من غير ما يعمل تحسس للبشره، لان في انواع من البشره بتتحسس من فيتامين سي. فيتامين سي هو اللي مسؤول، فيتامين سي تمام، هو اللي مسؤول عن توحيد لون البشره وعلاج البقع البنيه زي ما حضرتك بتقولي، مش الهيالورونيك اسيد. مش بس هو مسؤول عن توحيد لون البشره، هو كمان بيحافظ على انتاج الكولاجين. دايما بنتكلم عن اهميه الكولاجين، ان هو بيدي البشره مرونتها، وكمان السيرم بينكي فيه كولاجين كمان. بس وزياده على الكولاجين الصريح اللي موجود في السيرم، فيتامين سي بيساعد على خطوه من انتاج إن بشرتي نفسها تنتج الكولاجين، بيحفز على انتاج الكولاجين. ده غير طبعا هو مضاد اكسده، تلوث بقى وتدخين سواء سلبي او ايجابي، شمس، كل العوامل المؤكسده دي هو بيحمي لي بشرتي منها. تمام جدا. مش بس كمان فيتامين سي، كمان في فيتامين اي. وفيتامين اي الحقيقه ان هو مهم قوي ومهمل في برودكتس كتير، لدرجه ان احنا لو خدنا بالنا في ترند كده ظهر، اللي هو هاتي كبسولات فيتامين اي من الصيدليه وافتحيها على وشك وحطي الزيت، الماده الزيتيه اللي جوه الكبسوله على وشك. شفنا بنات كتير جدا بتعمل كده، وبنات كتير جدا بتسالني عن هل ده مفيد ولا لا. من كتر ما هو مهم
ومش موجود في الكوزماتكس في الماركت، فالبنات لجأت للنصيحه انها تنصح بعض دي يعملوا كده، فهم بيعملوا مصيبه في بشرته. طبعا اعتقد لان لو منتج معمول علشان يتم امتصاصه عن طريق المعده بالزبط. ويتوزع في الدم اكيد مختلف عن ان انا اعمله بشكل خارجي. حضرتك لو جربتي وجبتي الكبسوله وفعلا فتحتيها هتلاقي الماده اللي جوه زيتيه قوامها تقيل فوق ما تتخيلي، هو زي ما حضرتك بتقولي مخصص انه يمتص في المعده. حيث بقى ان في عندي احماض وحاجات كتير في حاجات تانية تنزل عليه فتحللها بشكل معين، فانا كده الاحماض اللي في المعده ده انا كده بتهيألي بسد المسام بيه، بسد المسام، بنعمل حبوب ومبهدل البشره. السيرم بينكي فيه بقى فيتامين اي بس بحجم جزيئات، مناسب جدا انه يمتص ويديني الاثار الجيده ويمنع عني اي اثار جانبيه. ايه الاثار الجيده بقى بتاعه فيتامين اي؟ الحقيقه ان هو فيه حاجات مهمه جدا عشان كده يا فندم اعتقد في يعني بيبقى مكتوب ده الاستعمال مثلا الخارجي فقط. يعني الحاجات اللي استعمال خارجي ما ينفعش احطها في بقي او ما احطهاش ادخلها جوه جسمي، وبالتالي الحاجات اللي بدخلها جوه جسمي ما ينفعش تبقى من بره لان انا مش هبقى فزلوكه. يعني انا ممكن فعلا زي ما قلت حضرتك اتسبب لبشرتي في انها يبقى فيها حبوب وهي يعني ما فيهاش حبوب، فانا احط لنفسي حبوب بالعافيه اسد المسام بال زي ما حضرتك قلتي لي تقيله تقيل فوق ما تتخيلي، يعني حاجه صعبه جدا انها تحط على البشره بتبهدل الدنيا فعلا. ليه بقى الناس بقى بتلجا انها تعمل كده؟ لان فيتامين اي مهمه قوي. في اولا دراسات دلوقتي شغاله ان هو بيقي من سرطان الجلد لا قدر الله، فمجرد الاحتماليه دي احتماليه ان هو ممكن يكون بيحمي من سرطان الجلد، فحاجه مهمه جدا ان انا احطها في روتيني. كمان بيعالج او بيسرع من عمليه الهيلينج او شفاء الجروح والندبات، فدي برده ميزه مهمه جدا للناس اللي عندها اثار حبوب في بشرتها. ده غير طبعا هو بيرطب البشره ترطيب، مفيش اي ماده تانية ممكن تعمله زي فيتامين اي. كل القشور او الجفاف اللي في البشره بيتعالج بفيتامين اي. واخر حاجه موجوده فيه هي الكولاجين البحري اللي هو نسبته 2.5%. ده مش بس هو بيحفز على انتاج الكولاجين لان هو فيه بيبتايدز واحماض امينيه، ده هو كمان فيه كولاجين بحري بيوفره للبشره، والكولاجين ده هو اللي بيمنع البشره انها تترهل فيبتدي بقى المسام تبان والخطوط التعبيريه والتجاعيد. لا هو بيخلي البشره مشدوده ومرنه طول الوقت، يعني لما اضحك وشي يرجع معايا ما يفضلش الخطوط باينه في وشي. يعني ده بيظهر من سن صغير على فكره الخطوط التعبيريه دي. فكل المكونات دي مع بعض بتعالج لي كل المشاكل دي اللي احنا بنتكلم عنها، سواء مظهر شيخوخه، تجاعيد، جفاف، قله ترطيب، فكره امتلاء البشره. فهو مليان فوائد حقيقي بيقدمها للبشره بامتصاص سريع وبحجم جزيئات مناسب. تمام. طيب حضرتك اشرتي الى ان في بنات صغيرين حقيقي بشرتهم بتبقى فيها يعني مشاكل اكتر من يعني سنهم. من سن كبير يعني، لا يعني ممكن تلاقي واحده مامتها بشرتها احسن من بشره البنت. يعني عايز اعرف السيرم ده استخدمه من سن قد ايه وايه المواعيد المظبوطه اللي استخدمه فيها وامتى كمان، يعني شروط استخدامه يعني بشرتي تبقى ملامحها ازاي وانا بستخدمه. السيرم بيفضل استخدامه في المطلق من اول سن 25 علشان بتبتدي البشره بقى معدل انتاج الكولاجين يقل، الهايلورونيك يبتدي يعني يقل. ولا لو ابتديت من 20 مش هيضرني؟ مش هيضر طبعا، بس انا بقول السن المناسب تمام. اللي انا هبقى فعلا محتاجه فيه السيرم. ممكن قبل كده مش هيضرني على سبيل الحفاظ بالظبط. تمام. ابتدي من منتصف العشرينات استخدم السيرم. بنستخدمه ازاي؟ على بشره نظيفه ومغسوله بعد التونر بتاعي، بس مهم ان تبقى البشره منديه. ليه بقى؟ عشان هيالورونيك اسيد يعمل اللي احنا قلنا عليه ان هو يقدر يكابتشر او يجمع جزيئات الميه. طب بشرتي هتبقى منديه ازاي؟ من خلاص غسلتها وحطيت تونر. انا عن نفسي بعمل حاجه بسيطه جدا، بجيب بخاخه كده فيها ميه ورد وارشها على وشي وبعدين اروح حاطه السيرم. تمام. ممكن تستبدلي ميه الورد بميه حراريه، بميه عاديه حتى، اي حاجه، بس المهم ان يبقى الوش منادي قبل ما احط السيرم عشان استفيد الاستفاده القصوى من هيالورونيك اسيد. حلو ده. وبنستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل بعد التونر، وبعده بنحط المرطب الكريم المرطب بتاعنا. ولو استخدمنا بقى كريم بينكي نبقى عملنا كومباينيشن لطيف. لان كمان تبقى يعني اكيد حضراتكم في المعامل بما ان حضرتك صيدليه يعني في تآخي بين المنتجات، يعني السيرم بيكمل او العكس، نفس المكونات دي بتكمل او بتدعم عمل عشان نوصل لافضل النتائج في الاخر. تمام. بس مهم ان احنا نحط السيرم الاول وبعده الكريم مش العكس، عشان زي ما بنقول السيرم قوامه خفيف واستنى شويه يمتص دقيقتين وهتلاقيه يمتص لان هو خفيف جدا، وبعدين بنحط الكريم بتاعنا وهنحط بقى سان بلوك لو هنتعرض للشمس. ده لو نازلين بقى لو نازلين في البيت خلاص. تمام. بس طيب كنت بقول في البدايه الفقره ان الحقيقه ملاحظ جدا، يعني اي ست في سني بتروح اي مركز تجميل او حاجه بنعمل الحاجات البسيطه بتاعت، فالحقيقه بقيت الاقي ان يعني في رجاله كتير جدا بيروح، ويعني الرجاله بقت تهتم فعلا بنظافه بشرتها
هل سيرم بينكي مناسب ان يستخدموه الشباب يعني ولادنا او حتى ازواجنا؟ يعني المنتج ده ممكن يكون منتج عيله؟ اه جدا، مفيش اي مشكله فيه، هو كل مكوناته مفيده لكل البشره، المهم بس نستخدمه بالطريقه السليمه عشان نوصل لافضل النتائج. لكن هي زي ما حضرتك بتقولي مفيش اي عيب ان الرجاله كمان تهتم ببشرتها، والشباب كمان من سن صغير دلوقتي كمان بقوا بياخدوا بالهم من ده وبيركزوا في التفاصيل دي، فدي حاجه. ايوه بيروح حتى الحلاق يعملوا حاجه فوطه سخنه وفوطه بارده وكمادات وماسكات وحاجات، فلا ده بقى شطار جدا جدا. ايوه دي حاجه فعلا كويسه، لانه الاهتمام بالنفس من بره ومن جوه دي اهم حاجه، يعني احنا لازم نستثمر في نفسنا طول الوقت في ثقافتنا وعلمنا وفي شكلنا، ليه لا يعني. تمام، وزي ما انت بتبقى حاطط على يعني على الحوض عندك مثلا الحاجات اللي بتحلق بيها او مش عارف ايه، يبقى عندك فعلا سيرم. سؤالي بقى كمان، هل ده عشان السؤال ده للرجاله مش للستات، هل لو حطيت السيرم ده هيبان ان انا حاطط حاجه بتلمع او حاجه جريسي كده ومدهنينه شويه؟ لا خالص، هو سائل فبيمتص بسرعه جدا، في خلال دقيقه هتلاقي البشره خلاص شربته، واحنا كمان بنحط منه نقطه بسيطه مش بنحط كميه كبيره. يعني مش بندهن بقى وشنا يعني، عشان كده العبوه حجمها مش كبيره تقريبا 30 مللي، عشان انا مش بستخدم منها كتير. وفي قطاره فيها كمان اهي. هي درابر، احنا بناخد نقطتين ثلاثه بس، بلاش نحط الدرابر على وشنا عشان ما نلوثش الدرابر دي. تمام، يعني نحط في ايدينا وبعدين ايدينا طبعا تبقى نظيفه، ونعمل كده نفرده على الوش، ما نحطش بالدرابر على الوش على طول، بس مهم ان الايد تبقى نظيفه، ويا ريت لو رشين عليها رشه كحول كده الاول عشان ايدينا ما تلوثش بشرتنا. تمام دكتور، انا يعني لسه السيرم كلامنا عنه كده لسه في استفسارات تانية، ويعني في اسئله تانية عايزين نتكلم استفاضه شويه. فاسمحي لي ممكن تكوني معانا مره كمان؟ اكيد، شرف ليا طبعا يبقى مع حضرتك. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا جدا دكتوره نادين نشأت. ميرسي. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على صدى البلد.